حداد اخي البار شبك الانجول اخي انا اخي انا اخي بالروز ولا اخي ما طال علينا راسنا والله لدات هذا الروز اخي غير متسعوي لدات يلا جبدنا لا طويل اخي ليلى عمر طويل والله فين تمام مزيان سلامك فين مزيان الحمد لله بخير ما شيء مقديم مسجل فيك او ديال ما تسجل الباك الباك انا انت مغير بحوش مغير بحوش انا مغير بحوش تمام شو هيك هيك اميمة مرحبا اثنان تعريب معين من بلاقاني هذي ولا مو دي بحيث قريبة كل معنا قلت كل معنا من اوروبا شو هيك مرحبا شو هيك مرحبا ليش كلا صفحاتك هذي الجروب ديالنا كلا كلا كل ما اشتراش الجروب لا ما مرحبا والله ساعشكم في كل ساعه المهم نديروا شي بلان تاع العشيه ان شاء الله صافي مرحبا مع الربعه غادي نتلاقاو صافي يلا صلوا لي عليكم قيتوا غادي ما غاديش يلا غادي تهلا يلا باي باي ايوا كيفاش الجواب مزيان ودري دريفي باقي نشتي شي حماق ديال بصح حتى العشيه ان شاء الله الا كتبوا ان شاء الله تلاقاو يا سلمي تريني اسمع الصباح اه جيت معاه بان خاصك تكون درويشه ما عندكش اه عشان داكشي اللي فاتي ويا بنت درويشه وكنت لكم تي في بري هنا احنا مريحين هنايا واش ما جيتش انت ويلي حمقني واحد الكوشه غادي غير بوحدها نعم فاش فالي وصافي يلاه قول لي قولها تلقانا غير مريحين صافي شنو نضربوا مع شي دويره هي نيت نوريو الجروب كي داير والله ما عشان ندير الدار مزيان ما تخافيش راه بحال خدمه يلاه يلاه تهلا لي فراس باي باي خوتي ما غاتجيش ويلي لا ما قلت لك تصيفط اي امي ما تجي عندنا ما هي ما تجي امي مالك جديده المهم صافي تجي امي مون تشاركوا احنا مجموعين ويا الدراري خصنا نقراو كيفاش دايره قبل ما تدخل معنا للجروب ما تخافش تكون داينا فيها درويشه مش عارفه سوي درويش اهلا ملي كيف صافا مزيان تحركوا خوتي شنو دابا شي ما يجيش راه قال شي صوت عيط لك شي معنى نجي على شي بلان معاك صافا يلا خويا نمشي الحال اوكي بغيت نقول لكم شي هضره سمعنا خير مالك دابا انا دخلت للجروب ديالكم وعجبني وعندي ما نقول عليكم ولكن راه شيماء ما صلحش ليكم. تحكي علينا شيماء حنا دوزنا معاه 10 اللي هي عامين الجروب مجموع كتدخل انت وقلب نهار واحد وتقول لنا ولا انا داكشي اللي شفت راه بان لي بانها ما صلحش ليكم. علاش مشيت؟ كتمشي عند الناس كتهضر ورا ظهركم. شيماء؟ اه شيماء. متأكدة ان شيماء في ورا ظهرك؟ اه متأكدة، علاش نكذب عليكم؟ متوقع شيماء ما تقولكش. واش انا نكذب عليكم؟ خوشو. كملوا هاد الخرجة هادي عاد نهضروا في هادشي. شنو اللي كاين هنا؟ اهلا اهلا كدايا مسكي حفظه شويه واخا الحمد لله ايوا كيفاش الخريجه مزيانه هي ناقصه فيها شي حاجه علاش الدراري قالوا فيك شي هضره ما فيها ما يتشاف من نيتك والله حتى من نيتي شنو قالوا كيهضروا عليك بالخايب وصافي سمعي بنت الناس سيرك الناس قبل ما تجمعني بهم صداقه جمعني بهم حب واخلاص ووفاء وهاد الهضره كامله اللي قلتي واخا نشوفها بعيني ما قدرتش نتيق دابا انا كنكذب عليك رجعتيني دابا انا كذابه ياك تقدري تكوني كتكذبي ما غنتيقش انا البنت اللي الله عطاها وشوفي وغادي نكذب الناس اللي كنعرفهم سنين هاد كيفاش انا بغيتي تيقي تيقي ما بغيتيش شغلك هذا نبدلو الموضوع يكون حسن صافي نبدلو الموضوع اللي بالك شوف الظن ديال هادي كخي عمرها دخلت في بالي انها غديرها هكا انا اخي ما صدقتش خي بنت يعني وانت شوف صاحبي البنت جات يلاه جات فهمات البلان جات دغيا تلقات علينا شنو كاينه شنو كاين كون ما كانش دابا الدريه والله حنا نبقاو ديما غادي نغال حنا ديما نبقاو غادي نغال ولا تصبيع شادي العامين جات الخاطر وانا بالزيرو والله ما يمكن انا بعدا ما دخلت هي لبالي حتى انا واحد خوش غادي نتايا ان شاء الله لنا فراس ماقدرش غير هذا بيناتنا تشيفه ضاف داك خويا اش معاه المهم نتا يشوف البلان اللي وقع دابا خويا من بالك شيماء بقات كتجمعنا بيني وبينها والو واش ولا السلام السلام حتى هي ما تجيش كايناش المهم يلاه نتحركوا في حالنا واخا انا كنتسناك في البلاصه يلاه سلام صباح مزيان شنو هاد الرسمه معاك الله يبارك فيك بزاف
لا انا ما كنتش غير ولا دار ما وتيقتيها وانا ما كنبش عليك تيقت 50% و 50% ما تيقتهاش الدراري تيقوا هذا الشيء كامل ولكن انا راه قلت ما غاديش داك الشيء ولكن الهضره بزاف مزيان الله يكمل بالخير الله يكمل بالخير واش قلتي نتي ديك الهضره ولا لا انا كنت جالس نصاح ليك العشاء ديال باش انا نبقى مرتاح فهمتي باش ما نظلمكش لا ما غاديش تظلمني ظلمتيني فاش شكيتي فيا شوف الشك ضروري منه حيت بنادم غيجي عندك غيقول لك شنو وما وهي صاحب شك ومشي جيتي انا للجروب سمعت ما دوزنا عامين دوزنا فيها الحاجه زوينه حاجه الخايبه ما احتاج انني نشرح ليك ونقول لك انا فلانه قالت في ديك الهضره وبصح ولا ماشي بصح يعني انت راسك غادي تفهم داكشي ما تحتاجش انني نقول لك تهلا في راسك نعم هاي جي عطيني نظر وقت نحضر في الموضوع انا والدراري والسلام عليكم شو بقيتش كتقولي في السلام ولا عرفتش اش درتي صافي منين شفتي هذا منين شفتي هذا ما تلقتي مش تلقتي بشكل تلقتي كذاب تلقتي من منافقه هادشي ما بانش لك شحال هادي يلاه شفناها يلاه شفناها في النهار دخلت البنت اللي عارفه باش تعامل معنا عاد طلعت كيفاش دايره الشيطان فوق الله المهم يعني عامين ديال العشرة خسارة في الدرس معاك زير والله حتى انا السي خالد السي معاد ولا امانه ما شافنيش انهم يكون عندي في حظ هكا يعني هاد الهضره اللي كانت تقول لي من الاول ماشي خلات تدوز عامين ماشي مشكل كما تيقولوا هما حسين الشرف نهضروا مع وحده بحال منافقه وكذابه والله انت منك الجاية شنو هذاك اللي غنديرو شنو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء؟ السلام عليكم نقول هذا يا اخي ما قلبش عليكم انا مش قلب وجهي الله يهديك يلاه البارح كنا معك صح زين صافا مزيان الله يحفظك ويجزيك قديت المشكل تاعك مع لاخر قديت اخي المشكل احنا ما غنطلعو غدا نقول له انت او شيماء شيماء حي ما عمل اخويا ما صدقاش هذا الشيء الظن ديالك زعما ما عرفتش واش باش تفكر في هذاك الموضوع فكرنا شي عينا لقينا الهضره ديال امي ما بغا مو كاين الله يهديكم تلاقينا بها حنا تلاقينا بها مؤخرا قبيله صدقات كتهز علينا السؤال الهضره ديالها هي الطريقه ديالو كدور مع هي كتضحك وهذا قبل 10 ديال عامين قارنوا ب 10 ديال يومين ولا 3 ايام ولا 3 سيمانه ولا 3 شهر ما يمكنش تبدلها تبان لي يا اخي انا راه انا عاذر عرفتي علاش دابا حنا ما ريحناش معاه من سن 12 ليره حكمنا عليها غير هكا داكشي اللي سمعت الهضره اللي قالت اميمه اش نقول لك انا اميمه ماشي يقشاش اصلا ما ارتاحيتش ليها حيت بنا هذا ما صاحبي مش عامي ما صاحبي عامي ما سالاش هذا اللي ما مريح ليا ندير الله حسب ديك عام الشهر 12 ولا 10 ما عرفتش والله ما عرفتش هاي هاي صافي هذي عم شوف حاولوا ما تكلموهاش عرفتي علاش حيت يقدر هذا المشكل يوقع لك انت يقدر يوقع لي هو يقدر يوقع لي انا دابا هذا المشكل هذا ماشي جد فيكم انا شي واحد دخل شوف داك يهضر فيا بالخير باش غادي انا غديروا لي هذا تروحون لا لا راهي هاي حنا كاملين جروب واحد باش كون باش تقول شيماء فحاله فحاله طلب من السماح كنا نديرو شوفو نطلب من السماح ضروري اخي لا تكون امي ما داخله بيناتنا بحال السوسه ما تعرف كملنا على بلا ما بلا ما نتسنتو هذا هو المشكل الكبير اللي درنا واش ان شاء الله شكرا اخو بزاف الله يحفظك اما داكشي كامل اللي قلت ما منوش يعني كنحس براسي انا اللي غلطت تجويه مزيان شنو مطلوب مني انا اللي مطلوب مني انني نعتذر منك شنو اللي مطلوب مني مهم جاي شفت عينك كما تيقولوا وحده اللي هضرتها كما قالت منسوسه وهذه وجاي نطلب منك السماحه يعني هي باش انا فارغ السماحه في الوقت ما تبدا والو ما عرفتش شي مالك خالد بغيت نقول لك شي هضره شلونك
كتهضر وراء ظهركم ما والو غير انا اللي تخلوات كامل. هي انت اللي كتخلطي لهادشي من الاول وعلاش هادشي كامل؟ انا قلت لك كانوا قابلين واش انت مريضه؟ البنت اللي حنا عامين 10 ديال العامين غتضرب انا انت في الزيرو خساره فيك والله ما يسحبش لنا بحال هكا. مشاكل ومشات وجات اعترفات قالت لك انا ديجا عندي شي يعني شي مشكل معايا اللي كنت درت لك حتى لقاو شي حل باش غنتسابقوا مع الدار ومشاو تصرف العشوس نشوفوها وفهمتي يعني احنا كاملين غلطنا ما عطيناش وقت تشرح لنا شنو كاين دابا شنو الحل باش غنتصرف مع احسن حاجه هي نتسناو لانيفيرسير ديال حيت قريب باش لي بزاف كاين انت لانيفيرسير ديالك خليت 3 ايام صافي ريغلو الامور هاد الشيء من معاكم يلا الله يحفظك خويا عثمان تهلا لي فراس صافي ندوزو صافي يلا الله معاك مدري علي من انتي صحبان عندي بس حكي بالشدة قالوا لي نجي ما حسل عني ما ادري شنو اللي جرى بس انا ارجع لي ورا انا ادري هي بالسرى والفرج يوصلني مدري علي من انتي صحبان ولي نجي ما حسل عني ما ادري شنو اللي جرى بس انا ارجع لي ورا انا ادري هي بالسرى والفرج يوصلني مدري علي من انتي